إذا متابعينا الكرام، كيف ما كتشوفوا حنا في أحد الساحات أو الحدائق الطبيعية اللي كاينة في مدينة ليون. هذا السيل اللي هو جميل، السيل أوروبي بريطاني يونايتد كينغدوم. شوف الديكور هذا شحال زوين. أنا طبيعة الحال في المشاهد لا تحتاج إلى التعليق، كل شيء واضح. أنا هادوك كاع ما بقيتش باغي نجبدهم كاع. أنا فاش شفت هادشي في الصحراء راه والله إلا مضيعين معانا وقتهم، صافي مضيعين وقتنا معاهم. شوف هاد الجمال، شوف 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 كاين شي عرس لتحت واقيلا، بسمع ولا الدقة المراكشية. نزدو بحال هكا عاد. صراحة أنا الهدوء، الواحد يجي يجلس ويتسنط لعظامو، ما يتسوق لحد، لا الفقاقيل لا البوصبة لا استحمص. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على أجواء. شو رأيك في الشيخ يا أمي؟ هادشي هنايا بالعيون تبارك الله، تلاقات واحد التطور كبير في البنية التحتية، حدائق ما تقولش كاع راه انت في الصحراء. وصراحه الفضل تعود بس بعد الله سبحانه وتعالى. الفضل صراحه نقدروا نقولوا انه رئيس جماعه ديال العيون دار خدم ديالو تبارك الله، السيد مولاي حمد بن راشد دار الخدمه ديالو كيما على الصحه. واعرين البنيه التحتيه مزيانه، الروعه الروعه. اخي ما تسخاش بالجلسه هنايا والله، شي رائع. من جينا كنا لتحت، هذا هو قصر المؤتمرات. اوكي، هذا هو قصر المؤتمرات، وهذا الحديقه على الطراز البريطاني تقريبا. اوكي، الطراز البريطاني. شي رائع. هانتوما باش كيسقيوها البزبوز. كاين واحد السيستم ديال الري مزيان المبتكر، كي واقيلا كيستخدمو كيعالجو المياه ياك، كيديرو معالجة المياه. ونستراسيون ديال السوسول. اوكي، باش الماء ما يضيعش. كاين واحد ليفور كبير مع الجماعة ديالهم في الناحية ديال السقي والري ديال هاد المناطق الخضراء، واحد ليفور كبير الصراحة. المواكبة ديالو لا شوف شوف غير غير الخضورية تبارك الله. هنا ما تقولش كاع واش في الصحراء، وهاداك الشيء اللي قلت لك. والله هادشي ناضي. ناضي كناضي. دابا شوف الناس فين عايشين. واحد مازال كيصحاب ليه راه البوز بال غادي يسال. دايرين شي لايف يقول لك وريني درابو المغرب. هذا راه ماشي راه درابو المغرب، وريه درابو. نمشيو نوريه. اوكي نمشيو نصوره. درابو نصوره، درابو ما كاين حتى شي مشكل. اسهل ما يكون بحال هكا هي هذه. لا
لا بصح راه قدر يخنشلو هادشي يقول لك راه فيه خنشله، فيه خنشله العظمى. بسكرة برك بسكرة بسكرة لا وفاء بسكرة الريح ماشي بسكرة. هاد الدرابو بلاتي نزومي عليه، زومي على الدرابو. انا اوتيل بارادور باش كاين كي جلالة الملك في الزيارة ديالو في 2002. اها اه نتوما ماشي باش نبعدو هكا هادو من الناس. هادو من المعالم مدينه العيون. اوتيل بارادور من ايام الاستعمار الاسباني. اه اوكي اشهر اوتيل. انت خويا كتعطيني المعلومات، كتعطيني اخويا المعلومات. تمشيو باش فوالا راه الدرابو. شتوه؟ ها الرايه المغربيه، الدرابو ديال المغرب. اش ما نقول لك هادشي راه في بريطانيا ولا في عرفت شنو. اوكي ها انتم الاخوان. كنت كتهبط في هاد الهبطة؟ أنا الشكل ديال العيون شحال نقية. هادشي مأسبيري من مراكش. أوكي. وهاد الستيل ديال الكوا والحيطان. أخويا ما سخيتش أنا بهاد الحديقة والله. زوينة. والله إلا واعرة. شديتها هو. متابعينا الكرام، لكم الحكم ولكم الرأي ولكم التعليق. أنا صراحة ما لقيت ما نقول. القيت ما نقول في هذه المشاهد. لكم ان تحكموا، لكم ان تنشروا، لكم ان تبارطاجيو، ولكم ان تفعلوا كل شيء. انا والله العظيم فاش كنشوف هذا الشيء كنقول راه مضيع وقتي مع الفقاقير. ان الواقعه وانتم الواقعه، الواقعه ناس عايشه من تحت كاين العرس. امنوا الامان. انا خارج بالجو برو، خارج بالتليفون عادي جدا. تكلموا معايا الامن، الشرطه كيسولوا. فوالا كانوا كيسولوا زعما على الجو برو هذا وهذا وهذا. قلت لهم شنو كاين؟ قالوا لي الله يسخر. صراحه التعامل ديال الشرطه انا اكثر من رائع. تكلمت معاهم جوج مرات في ساحه المشوار و دي جون فهمتي. لا تبارك الله عليهم. كنوجه التحيه للمديريه العامه للامن الوطني، وما نساوش القوات المسلحه الملكيه المغربيه. تحيه الدراري ديال الفار، تحية لهم، تحية خالصة لجميع الأجهزة الأمنية. متابعينا الكرام، غادي نخليكم هنا وغادي نشوفكم مع مشاهد أخرى إن شاء الله.